الخبر مرحبا بكم ناس كل هذه اخبار الرياضه من راديو ميد. على بداية ببطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وتعيينات حكام مباراة الجولة السابعة من مرحلة البلاي أوف غدوة الجمعة 10 مايو 5:30 الاتحاد الرياضي المناسيري باش يواجه النادي الإفريقي والحكم عامر شوشان، وبالنسبة للفار باش يكون الحكم أيمن النصري. في التوقيت نفسه 5:30 النادي الرياضي صفاقس يواجه الملعب التونسي والتحكيم لمحرز المالكي والفار ليسري بوعلي. ونهار الأحد 5:30 الترجي الرياضي التونسي باش يواجه النجم الرياضي الساحلي، الحكم هو حسام بلعراس والفار باش يكون لخليل الحساني. واحنا نحكيه على تعيينات الحكام نمشيه للجولة الثالثة اياب، نحكيه على مرحلة تفادي النزول. نهار الجمعة قوافل في القفصة تواجه مستقبل سليمان والتحكيم لأحمد الذوادي. نهار الأحد بقية المقابلات مستقبل مرسى النجم المتلوي التحكيم لأمير لوصيف، اتحاد بن قردان نادي رياضي البنزرتي التحكيم لمجدي بلاغة، والأولمبي البيجي يواجه اتحاد تطاوين والتحكيم لصادق السلمي. أكيد باش نمشيو إلى مسابقة كأس تونس لكرة القدم. البارح محيط قرقنة يصنع الحدث وين فاز على الترجي الرياضي التونسي بهدفين لهدف في المباراة اللي جمعتهم في ملعب الطيب المهيري بصفاقس لحساب الدور 16 لكأس تونس. وسجل لمحيط قرقنة في مرحلة أولى جعفر موسى في الدقيقة 69 قبل ما يعدل الترجي ياسين مرياح في الدقيقة 89، وبعد المرور الحصص الإضافية تمكن محمد أمين الزيتوني من تسجيل هدف الانتصار لمحيط قرقنة في الدقيقة 112. نذكروا أنه تم إقصاء زوز ملاعبية في الترجي الرياضي التونسي هم أم الله الفريخي في الدقيقة 57 وهني عمامو في الدقيقة 65. وهكا محيط قرقنة باش يواجه في الدور الثمن النهائي المستقبل الرياضي بالمرسى. اجتمع البارح مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة واخذ جملة من القرارات، أهمها معاقبة جمعية المستقبل الرياضي بسليمان وتوبيخه بإخطية مالية قدرها بتبيع من أجل رمي قوارير على أرضية الميدان من قبل جماهير ناديها خلال مقابلة لجمعتهم بالاتحاد الرياضي ببن قردان، معاقبة المدرب المساعد لجمعية النجم الرياضي بالمتلوي عصام باديس بمنعه من الجلوس على بنك البدلاء بزوز مقابلات وخطية مالية من أجل الاحتجاجات المتكررة على خلال المقابلة اللي جمعت ناديه بالاتحاد الرياضي بتطاوين. بطبيعة رفض بعض الاطلاع على مكتب على مطلب الاعتراض المقدم من طرف جمعية النادي الرياضي صفاقس ضد جمعية الترجي الرياضي التونسي، وبعد التمعن والاطلاع على حيثية الملف وبعد سماع جميع الأطراف وبعد المفاوضة القانونية قرر مكتب الرابطة رفض الاعتراض شكلا اعتبار نتيجة حاصلة فوق الميدان وهي تعادل 1-1 بين الترجي والسي اس اس. وبعد الاطلاع على ملف الاعتراض المقدم من طرف جمعية القلعة الرياضية ضد جمعية الهلال الرياضي بمساكن حول مشاركة اللاعب أسامة زرق العيون خلال المباراة اللي جمعت بيناتهم نهار 5 مايو تقرر هزم جمعية الهلال الرياضي بمساكن جزائيا وتخطئة الهلال الرياضي بمساكن وبتبيع اللاعب أسامة زرق العيون بمنعه من اللعب بمقابلة وحيدة. في أوروبا البارح الحدث مدريدي بامتياز وين فاز ريال مدريد على حساب نظيره بايرن ميونخ بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة اللي تلعبت بيناتهم نهار الأربعاء على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات إياب نصف نهائي رابطة الأبطال الإفريقية. وأحرز أهداف المباراة كل من ألفونسو ديفيز في الدقيقة 72 من عمر اللقاء لصالح بايرن ميونخ في الحقيقة هدف متميز، بينما سجل خوسيليو الهدف ريال مدريد في الدقيقتين 87 و90 على التوالي. وبهذه النتيجة تأهل فريق ريال مدريد للمباراة النهائية من بطولة رابطة الأبطال الأوروبية وضرب موعد مع بروسيا دورتموند الألماني بعد اللي من جهته زادة استطاع تخطي عقبة باريس سان جيرمان في بارك دي برانس. وهكا يصبح الإيطالي كارلو أنشيلوتي أول مدرب في تاريخ رابطة الأبطال الأوروبية يصل المباراة النهائية للمرة السادسة في مسيرته بعد قيادة ريال مدريد الترشح لنهائي ويمبلي بعد الفوز كما قلنا على بايرن ميونخ. أنشيلوتي خسر نهائي رابطة الأبطال في مرة واحدة في تاريخه، كانت هذه في نسخة 2005 رفقة الميلان قدام ليفربول.
كانت هذه أخبار الرياضة، قدمها لكم معاذ شريف، إلى اللقاء.